في لبنان البلد الديمقراطي الذي يكرس الحرية والمساواة بين جميع أبنائه، تطمح المرأة للوصول إلى أعلى المراتب، إلا أن مشاركتها في السنوات المنصرمة إن كان في الندوة البرلمانية أو في الحكومة وحتى في عدد من الوظائف الرسمية بدت خجولة أحيانا كثيرة. كلام رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في الجلسة العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كذلك لبرنامج بموضوعية داعم للمرأة والمكرس مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة في الحكومة والبرلمان وحتى في التعيينات الإدارية، أعطى اللبنانيات الأمل في استعادة دورهن في القرار السياسي. كتر خيره يعني اهتم أحسن من غيره، غيره كان زبل على المرأة. بشجعك وبشكرك على هالقرار اللي أخذته أنه تساعد المرأة. برافو عليه والله يقوي بمهمته. تعديل القوانين واعتماد الكوتا النسائية إجراءات هامة تصب إليها المرأة للوصول إلى العدالة الاجتماعية. كنت عم بتعامل بأمور بالدولة كانوا محطوطين الموصفين رجال، فأنا كتير كان عبالي يكونوا الموصفين نسوان تيحسوا شوي معنا حاجة نتبهدل بقى. لا أنا لازم يكون في كتير مراكز للنسوان أكتر، إن كان بالدولة إن كان بالمجلس النواب. أكيد أنا أول شيء بشجع المرأة يكون عندها دور بالحكومة، يكون عندها دور سياسي. لا شك أن مشاركة المرأة في العمل السياسي والعام دليل حضارة وديمقراطية، هي التي نجحت في إبراز حضورها في الميادين الثقافية والاجتماعية. اليوم وبعدما أتاها الدعم من رأس الدولة اللبنانية، هي مدعوة لمضاعفة جهودها كي يشمل حضورها وبالمناصفة مع الرجل الجوانب السياسية كافة. راكيل مبارك، MTV.